أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سان يقول: أشهد الله على حبكم فيه. ثم يقول: أنا أحد طلبة العلم، ولكني يا شيخ لي في طلب العلم ما يقارب 4 سنين، ولكن لا أجد بركة في العلم، ولا أحس بنفسي أني تعلمت وانتفعت، حتى إني أفكر في بعض الأوقات بالتوقف عن طلب العلم، فبماذا تنصحوني وتوجهونني، وما هي الأسباب لعدم البركة في طلب العلم، وجزاكم الله خيرا؟ أولا أشهد الله العظيم على حبكم فيه، وأسأل الله بعزته وجلاله أن يجمعنا بهذا الحب في دار كرامته. أما ما سألت عنه أخي في الله فهذا يحتاج إلى نظر. في بعض الأحيان يكون ما يذكره السائل حقيقة، أن يكون علمه لا يجد له نفعا، وهو الذي عبر عنه بالبركة. والعلم ينقسم إلى قسمين: علم نافع وعلم غير نافع. ولذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من العلم الذي لا ينفع، فقال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن عين لا تدمع، أعوذ بك من هؤلاء الأربع. فاستعاذ بالله 2، وهذا يدل على عظم البلاء بهذه المصائب، نسأل الله السلامة والعافية. وتارة يكون العلم نافعا، فإذا كان حقيقة أن الإنسان لا يجد نفعا في علمه، لا يجد نفعا، هذا لا يكون إلا بتعاطي الأسباب لذهاب بركة العلم وعدم الانتفاع. فأول ما يجعل العلم نافعا بتوفيق الله عز وجل أن يكون الإنسان مخلصا فيه لوجه الله سبحانه وتعالى. والمراد بالإخلاص أن يطلب العلم وليس في قلبه إلا الله. ومن دلائل ذلك يتمنى أنه يجلس في مجالس العلم، وأنه يتعلم من العلماء ويعلم الطلاب العلم ولا يشعر أحد به. ولذلك قال بعض الأئمة: تمنيت أن الناس انتفعت بهذا العلم ولا يذكر لي اسم، فلا يقال فلان. هذا من نعم الله على العبد، أنه يمسي ويصبح وليس في قلبه إلا الله، ولا يرجو بهذا العلم إلا مرضاة الله. ومن دلائل حب الله للعبد أنه يجد أثر ذلك، أنه يعظم الله ويعظم ما عند الله. ولذلك تجد العلماء الربانيين لو صبت في حجر الواحد منهم الدنيا لما التفت إليها، لأنه لا يجد شيئا أعز عليه من ربه ولا أعظم من ربه، ولا يرجو شيئا أعظم من الآخرة التي هو مقبل عليها. ومن هنا العلم النافع لا يكون إلا بالإخلاص. فإذا زكت نفس الإنسان وطهرت بتوفيق الله، لأن هذا لا يستطيعه العبد، وإنما هو بتوفيق الله عز وجل، ولذلك يسأل الله أن يكون مخلصا. فإذا أخلص لله عز وجل فإن القلب إذا كان مخلصا كان طيبا، وأصبح كالأرض الطيبة يصيبها الغيث. وحينئذ حينما تأتي آيات الكتاب وأحاديث السنة على هذا القلب التقي النقي السوي الرضي الذي هو على منهج الله وطاعة الله ومحبة الله، فإنه ينبت النبات كالأرض الطيبة إذا أصابها الغيث، فتجد القلب يصلح. وإذا صلح القلب صلحت سائر الجوارح، فتجد أثر هذا الصلاح على سائر أعضاء الإنسان قولا وعملا ظاهرا وباطنا. الإخلاص، ويحاسب نفسه في هذا الإخلاص في كل مجلس وفي كل كلمة يسمعها وفي كل كلمة يقولها. وإذا أقبل على مجالس العلم، هل مراده أن يجلس فقط وأن يضيع الوقت هكذا، أم مراده أن يتعلم، أن يتقرب إلى الله، أن ينقذ نفسه من الضلال، أن يتحبب إلى الله بكل شيء يتعلمه في حلق الذكر؟ إذن لا يكن من الغافلين. فالإخلاص يذهب بالرياء ويذهب بالسمعة ويذهب بالغفلة.
قد يقول لك الرجل أنا لا أريد من الدنيا شيئا ولا أريد من الناس شيئا، لا أريد أحد أن يسمع بي ولا أن يعلم بي، ولكني لا أجد الإخلاص. فنقول هذه غفلة. فإذا ليس داء الإخلاص الرياء والسمعة فقط، فقد يكون الإنسان غافلا، والغفلة هذه تأتي بالجهل بالله عز وجل. فإن العبد إذا عرف أنه يعامل ملك الملوك وإله الأولين والآخرين وجبار السماوات والأرض عظم الله في قلبه حق تعظيمه، فرجى الله وخاف منه. أما الأمر الثاني الذي يعين على كون العلم نافعا فهو أن يحرص الإنسان على أن يعمل بهذا العلم، فأي شيء يتعلمه يعمل به سواء كان قولا أو عملا أو اعتقادا، فيعمل بهذا العلم ويحاسب نفسه. فإن الأمر ليس بالتشهي ولا بالتمني، ولكنه أمر ثقيل. ولذلك قال الله لنبيه إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فالعلم قول ثقيل لأنه يطالب بالعمل وليس العلم بالتكثر والزيادة. وكم من حفاظ تجدهم قد ملأوا صدورهم بالمعلومات والمعارف، وقد تجد الرجل يحفظ من الأشعار ما لا يحصى ويحفظ من الحكم ما لا يحصى، ولكنه أجهل الناس إذا لم يعمل بها. وكما قال القائل كالعيس في الصحراء يقتل هضما والماء فوق ظهورها محمول. فالذي لا يعمل بعلمه ولا يحاسب نفسه ولا يؤدب نفسه ولا يزجرها ولا يهينها حتى تعمل بهذا العلم فإنه لا ينتفع بالعلم، بل إن علمه وبال عليه، كما حكى الله عن من قبلنا مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فهذا من ظلم نفسه، مثل ضربه الله لقوم ظلموا أنفسهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا هم الظالمين. فينبغي للمسلم أن يحرص كل الحرص على العمل، والعمل بالعلم. أنك إذا سمعت أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تبدأ بالواجبات، فتبدأ بالسؤال عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات وفي الطهارات وفي الصوم وفي الحج وفي العمرة، وكل شيء واجب فرض عليك تحرص على أن تتعلم سنته وتطبقها كما هي، ولا تتساهل مع نفسك في هذا، خاصة في الواجبات. وإذا أديت هذه السنن في الواجبات فتح الله عليك في المندوبات والمستحبات. فمن ترسم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة المفروضة قوي على الصلاة النافلة، وفتح الله عليه في قيام الليل، وفتح الله عليه في الخير. فإذا سلم الإنسان من الرياء والسمعة والغفلة وحرص على العلم بالعمل فقد أفلح وأنجح، فعندها تتفتح عليه أبواب هذا العلم من الخيرات والبركات. يحرص أيضا على أمر يعينه لتحقيق هذه الأمور بعد توفيق الله، وهو وجود القدوة الحسنة. ولا شك أن قدوة الأمة الكاملة التي اختارها الله لهذه الأمة هو رسولنا عليه الصلاة والسلام، ولنا فيه أسوة حسنة. ولكن وجود من يثق بدينه وعلمه وأمانته، خاصة من أقرانه وزملائه، من يعرف فيه الجد والاجتهاد في الطاعة ويلازمه، فإن هذا خير معين له على العمل بالعلم ووجود بركة العلم. إنك لتجلس مع الرجل من طلبة العلم فيحيي الله به العلم في صدرك، وإنك لتجلس مع الرجل الخامل والعياذ بالله فيذهب العلم من صدرك والعياذ بالله. تجد الأول إذا جلس معك سألك ماذا أخذتم في مجلس العلم اليوم، تقول أخذت كذا وكذا، فقال لك وما معنى كذا وكذا، تقول كذا، فإذا به يذاكر ويسأل فيقول هل تعرف كذا، فإن وجد عندك نقصا كمله بإذن الله عز وجل، وإن كان عندك فسادا في الفهم أصلحه وعوجاجا قومه. إنا أخاك الحق من كان معك، هذا يكون معك أخوة
إن أخاك الحق من كان معك، يعني إذا كان في الدين فهو أخ معك في الدين، وإذا كان في الدنيا فهو أخوك في الدنيا، يكون معك لا يتركك، وإذا رأك تطلب العلم وقف بجوارك. ولذلك سأل موسى عليه السلام ربه، مع أن الله يقول له وألقيت عليك محبة مني، ويقول له إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. قال رب اشرح لي صدري. ماذا سأل ربه؟ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. سأل الله أن يجعله معه وزيرا، وقال وأشركه في أمري، مع أنها نبوة، ثم بين العلة فقال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. العلم ميراث الأنبياء، فإذا كان هذا في النبوة يسأل الله أن يكون معه أخوه وزيرا صالحا يعينه على طاعة الله وعلى ذكر الله. أشدد به أزري، وقد شد الله أزر نبيه موسى عليه السلام وأعطاه من القوة وأعطاه من الجلد والصبر صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا وعلى الأنبياء والمرسلين أجمعين. ومع هذا سأل الله عز وجل القرين الصالح. فإذا أردت أن يكون علمك نافعا فوجدت من نفسك الفتور والضعف، فابحث عن أخ صالح يعينك تذاكر معه العلم ويسد، ولن تجد أخا صالحا إلا إذا كان صادقا. وأفضل الإخوان من يهدي إليك العيوب، وشرهم من يمدحك ومن يجاملك ومن لا يدلك على عيوبك. وما سمي الصديق صديقا إلا لأنه يصدق صاحبه، ليس صديق المرء من لا يصدقه. والقرين السيء هو الذي يترك الإنسان على الضعف في طاعة الله والإيمان بالله ولا ينبهه والعياذ بالله، فهذا غفلة وصحبته غفلة وتزيد من الغفلة. فإذا أردت أن يكون علمك نافعا فابحث عمن يعينك على طلب العلم من إخوانك. فإن فسد الزمان وقل أن تجد الصادق من الإخوان فافعل فعل الحكماء العقلاء بعد الاستعانة بالله عز وجل. وما هو صنيعهم؟ أن تختار من الأصحاب في الأوقات وفي المناسبات ما يجعلهم عونا لك على ذلك. فإذا لم تجد أخا تتوفر في هذه الصفات ووجدتها مفرقة في أكثر من أخ، فخذ كل واحد منهم بأخوة تعينك على تحقيق المقصود. وهذا معروف أن تجد، حتى وجدنا بعض مشايخنا رحمة الله عليهم يصحبون الناس على قدر عقولهم، فأنت تصحب أصحابك بقدر ما تستفيد منهم. فإذا وجدت أخا جيدا في المذاكرة تتفق معه أن يراك مرة في الأسبوع أو مرتين، وتحدد له ساعة معينة وتجعلها للمذاكرة. ثم الأخ الثاني يعينك على التسميع لك والحفظ، وفتح الله عليه في التسميع والحفظ تعطيه وقتا آخر للتسميع والحفظ، وهكذا يراك الله وأنت تبذل جميع الأسباب للانتفاع من هذا العلم وممن رزق العلم. وهذا يعينك الله به على طلب العلم والانتفاع به. وأما بالنسبة للأمر الآخر وهو أيضا مهم، كما أنك تطلب الأسباب التي تعين على العلم النافع وهي كثيرة، ومنها هذه الأسباب من أهمها، عليك أن تحذر من الأمور التي تكون سببا في ذهاب العلم، نسأل الله السلام عافية من الصدور وذهاب بركته وعدم نفعه. وهذا من أعظم الأشياء التي تحول بين الإنسان وبين أن ينتفع بعلمه معصية الله والاستخفاف بعظمة الله والتهتك في حدود الله ومحارم الله. فإن العلم نور، ونور الله لا يعطى لعاصي، والله تعالى يفتح على عبده المطيع ويشرح صدره بفضله سبحانه ثم بتقواه، وتقوى الله نور. فإذا ازداد نور التقوى في القلب ازداد انتفاع الإنسان بالعلم.
الإنسان الذي يتقي الله عز وجل ويلتزم بحدود الله ومحارم الله يفتح عليه فتحا عظيما في العلم. ومن هنا ذكر العلماء والأئمة من شروط الإمام المجتهد التي ينبغي أن تكون فيها، لأن شروط إجزاء وشروط كمال، وذكروا منها أن يعرف بالإخلاص والصلاح. ولذلك قالوا لو اختلف عالمان وهما بمنزلة واحدة في الفقه ولكن أحدهما أكثر صلاحا وأكثر خوفا لله وخشية لله والتبست الفتوى فهذا يجيز وهذا يمنع، كان من المرجحات أن ينظر إلى أصلحهما وأكثرهما تقوى لله عز وجل، لأن هذا له أثر كبير. قالوا لأنه بتوفيق الله إذا صلح بورك له في علمه، كما قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فإذا كان العالم أتقى لله فإن هذا أعظم في حصول الخير منه ولنفع الأمة. فأنت تحرص على هذا بالبعد عن الأمور التي نهى الله عز وجل عنها، من ذلك ذنوب القلب من الحسد والحقد وسوء الظن بالمسلمين. تجد طالب العلم يجلس في مجالس العلم وتبقى فيه أدرام من الجهل والجاهلية، فتجده يحتقر الناس لألوانهم ويحتقر الناس لأنسابهم، يحتقر الناس لوظائفهم ويحتقر الناس لثيابهم، فهذا ما زكت نفسه ولا صلحت، فكيف يكون منتفعا بعلمه وعنده هذه الأدران؟ لا يعرف إلا جماعته ولا يعرف إلا أصحابه، كيف سينتفع بالعلم؟ بل إنه في بعض الأحيان حتى لا يجالس من ليس من جنسه ولا من قبيلته ولا من جماعته. فمثل هذا مسكين محروم، لأن الله تعالى يقول ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ما قال للأبيض ولا للأسود ولا للأصفر، رحمة للعالمين. فهذا الطالب الزكي النفس تقي النفس تجده إذا انشرح صدره بهذا النور من الإيمان واتقى الله في إخوانه المسلمين، يقول صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فإذا كان يطلب العلم ويحتقر إخوانه المسلمين كيف سينتفع بالعلم؟ لا يمكن. فإذا البعد عن ذنوب القلب كالحقد والحسد واحتقار الناس وسوء الظن بالمسلمين وزلات اللسان من السب والشتم والغيبة والنميمة وفضول الأحاديث. يقول بعضهم إنه جلس سنة كذا سنة كما ورد في السؤال، قد جاءني أكثر من طالب علم يقول لي جلس أكثر سنوات وأنا أطلب العلم ولا أجد لعلمي أثرا، وسألت عن أشياء منها، يقول أنا إذا استرسل في الحديث، إذا جلست مع الناس وباسط الناس بالحديث. فإذا كان الإنسان ذرب اللسان، إذا أصبح لسان الإنسان يخوض مع الخائضين كيف سيكون منتفعا بعلمه؟ اللسان زمام الإنسان بعد القلب، اللسان إذا استقام استقام الجسد بعد القلب. ولذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، فجعل صلاح الأعمال بعد القول السديد، بعد صلاح اللسان. فإذا أصبح الإنسان، أن تجد بعض طلبة العلم إذا جلس مع البائع أصبح بائعا، وإذا جلس مع التاجر أصبح تاجرا، إذا جلس مع يباسط كل أحد ويمازح كل أحد ويخوض مع الخائضين، وإذا جلس في المجلس وكأنه يظن أن هذا مثل ما يظن البعض أنه شخصية أو كذا، هذا لا يصلح. وكان السلف الصالح رحمهم الله ينهون عن فضول الكلام، وفضول الكلام يجر إلى الكلام المحرم. ولذلك كان بعض السلف تعد كلماته، وهذا كله من الورع الذي ينتهي بالإنسان إلى أن يكون علمه الذي في صدره نافعا له. فمن نعم الله عز وجل على العبد أن يحرص على هذا الأمر وأن يحاسب نفسه على ما يقوله بلسانه، وأن يحاسب نفسه على ما يصدر منه، وخاصة في الأمور التي تؤثر وتجرح الناس، كأن بعض الناس قد يسب وقد يشتم، وفي بعض الأحيان لا يصل الأمر إلى السب والشتم، في بعض الأحيان
يصل إلى السخرية وإلى الاستهزاء. فتجد بعض الأخيار وبعض الصالحين إذا جلس مع بعض الإخوة يلمزهم ويحاول أن يذكر عيوبهم ويقول أنا أمزح، فيطلق للسانه العنان في ذكر مثالب الناس وانتقاص الناس، وهذا كله نسأل الله السلامة والعافية يؤثر على علم الإنسان ويؤثر على تحصيله. فإذا صان لسانه وحفظه واتقى الله عز وجل فيما يصدر منه حتى في الأمور المباحة، ولذلك تجد العبد الصالح الموفق يزينه الله بزينة التقوى. ولا يمكن للإنسان أن يكون عبدا صالحا وعالما عاملا إلا إذا حفظ لسانه، لأن هذا اللسان هو الذي يعظ به، وهذا اللسان هو الذي سينصح به، وهذا اللسان هو الذي يذكر به. وقل أن تجد إنسانا لا يتكلم إلا فيما يرضي الله إلا وجدت لنصائحه ومواعظه وخطبه أثرا بليغا في النفوس. فاللسان الذي لا يعرف إلا ذكر الله عز وجل، واللسان الذي لا يعرف إلا التسبيح والاستغفار وقراءة العلم ونحو ذلك من الأمور التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، واللسان الذي أصبح صاحبه عفيفا عن أعراض المسلمين، عفيفا عن عيوبهم، يستحي من الله عز وجل أن يسمع منه كلمة تؤذي إخوانه المسلمين، يستحي من الله أن يسمع منه كلمة تجرح أخاه المسلم حتى ولو كان مازحا. كم من إخوة الآن يأتون من طلبة العلم يقولون إنا نجالس إخواننا فيلمزنا البعض بكلمة، فإذا قلنا له اتق الله يقول أنا أمزح، يقول بعضهم كثر المزح حتى كرهنا مجالس طلاب العلم، فالبعض يقول أنا أمزح ويأتي بالكلام مزحا ويأتي بالكلام وهو لا يقصده، لكنه لا يعلم كم جرح قلب أخيه المسلم وكم آذاه. فهذه الأذية وهذا الجرح عواقبه وخيمة على القائل، وعواقبه وخيمة على من لا يبالي بلسانه أين يضعه. فالذي يريد أن يكون علمه نافعا يصون لسانه، لأن هذا العلم سيحدث به الناس غدا. ووالله ما خرج إلى الناس لسان صدق ولا يخرج ولا يعرف للإنسان فيما بينه وبين الله، خاصة في خلواته وخاصة في أموره الخاصة، أنه يتقي الله فيما يقوله وأنه يحفظ لسانه عما لا يرضي الله عز وجل، والله لن يخرج للناس إلا زكى الله قوله. وهذا أمر معروف، فإننا عهدنا علماء وخطباء وجدناهم إذا قالوا الكلمة أثرت وكانت مواعظهم مؤثرة مع أنها قصيرة وقد تكون مقتضبة، ولكنهم إذا تفقدت أحوالهم، بل بعضهم سألنا من كان في خاصتهم ويكون معهم فذكر أنهم لا يفترون عن ذكر الله عز وجل. ومن يجرب ذلك يجده، من أراد أن يجد علما نافعا نافعا له في نفسه ونافعا لغيره إذا تكلم به فليحفظ لسانه، كذلك يحفظ الجوارح عن حدود الله عز وجل ومحارمه. ولذلك لا يرفع إلا من اتقى الله ولا يكرم إلا من اتقى الله، كما قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فإذا حفظ الجوارح عن حدود الله ومحارم الله تعين على أن يكون علم الإنسان نافعا، وتعين على انتفاع الإنسان من العلم. ولا شك أن الأمور كلها موقوفة على توفيق الله، فيجتهد الإنسان في الدعاء ويقول اللهم إني أسألك علما نافعا، فيسأل الله أن يكون علمه نافعا ويستعيذ بالله من علم لا ينفعه. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يرزقنا ذلك. أما ما سألت عنه أخي الكريم من طول الزمان وأنك جلست 4 سنوات ولا تجد لعلمك أثرا ولا تجد له بركة، فهذا ليس من العلم وإنما هو من الشخص نفسه. وطول الزمان لا عبرة به، قد يجلس إنسان 10 سنوات وقد يجلس إنسان 15 سنة ليس بهذا العبرة، وقد يجلس زمانا يسيرا قليلا ويبارك الله له. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم منهم من جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا واحد،
ومنهم من جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم 14 ليلة ومع ذلك حفظ من الأحاديث وحفظ من السنن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يحفظه غيره. فالأهم والمنبغي على الإنسان أن يحرص على أمرين: الأمر الأول ما يقوي في نفسه الانتفاع بالعلم مثل ما ذكرنا من الإخلاص ونحوه، والأمر الثاني البعد عن الأمور التي تذهب بركة العلم، تذهب بها بركة العلم، سواء كان ذلك من ذنوب القلب أو من ذنوب الجوارح. ولا شك أن الإنسان إذا صدق مع الله صدق الله معه، وأمور الدين كلها ينبغي أن تجعلها على هذا الأساس: إن يصدق الله يصدق. فالله سبحانه وتعالى لا يحرم إلا المحروم ولا ينعم إلا على الموفق، فهو أعلم سبحانه حيث يجعل رسالته، وأعلم سبحانه حيث يجعل فضله وتوفيقه. ونسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن لا يحرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا، وأن يلطف بنا وأن يرزقنا الاستقامة على طاعته ومحبته ومرضاته. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت أن ترحم ضعفنا وأن تجبر كسرنا وأن تصلح أحوالنا. اللهم ارزقنا هداية لا نضل بعدها أبدا، وارزقنا صلاحا لا نفسد بعده أبدا، وسددنا ووفقنا، وأنت ربنا ومولانا ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس الكرب عن المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك بعزتك وقدرتك لا إله إلا أنت إله الأولين والآخرين أن تجبر كسر إخوان المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها أجمعين. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أدرك إخواننا فيما هم فيه من الضيق والبلاء، فلا تدع مهموما إلا أذهبت همه، ولا مغموما إلا فرجت غمه. ونسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك أن تلطف بإخواننا في سوريا وغيرها. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم اكفهم ظلم الظالمين وأذية المعتدين، واجبر كسرهم وارحم ضعفهم يا أرحم الراحمين. اللهم بارك أرزاقهم، اللهم بارك أرزاقهم وارحم شهداءهم، اللهم ارحم شهداءهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم أغثنا وأغثهم. اللهم إن بالأمة من البلاء والضيق ما لا يشتكى إلا إليك، ولا يعول في كشفه إلا عليك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، وأغث إخواننا المسلمين في كل مكان، واربط على قلوبهم وسدد سهامهم وصوب آراءهم واجمع شملهم على الحق يا رب العالمين. اللهم اكف المسلمين شرور أعدائهم، اللهم عليك بأعداء الدين، شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل بأسهم بينهم، احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، واكفنا شرورهم بعزتك وقدرتك. لا إله إلا أنت، أنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، وخذ بنواصيهم لكل بر وتقوى. اللهم انصر بهم دينك وأعلي بهم كلمتك، وانشر بهم رحمتك يا